مثلا فريق طلائع الجيش بيلعب ماتشاته كلها في استاد جهاز الرياضه العسكري اللي هو ملعب طلائع الجيش، الاهلي والزمالك ما ينفعش يلعبوا طلائع الجيش في ملعب جهاز الرياضه، بيلعبوا بره، بيلعبوا بقى في استاد الجيش في السويس. ليه؟ انا عندي ملعب يبقى العب ماتشاتي عليه وكل الفرق تيجي تلعب. فالاهلي والزمالك عندهم ميزه. افتكر من سنه او من سنتين، من سنتين ثلاثه كده، لما طنطا كانت في الدوري الممتاز، الفرق كلها تروح تلعب طنطا في ملعب طنطا، استاد طنطا، ما عدا الاهلي والزمالك يلعبوا طنطا في استاد غزل المحل. ده مش تكافؤ فرص، ده مش تكافؤ فرص خالص. فعندنا مشاكل كتير في الدوري المصري محتاجه تتحل. محتاجه انا كده نادي عندي ملعب، بقول لاتحاد الكره انا هلعب على الملعب ده، لازم كل الفرق تلعبني على نفس الملعب عشان يكون في تكافؤ فرص في بطوله الدوري. هجيب برضو مثال الاهلي والاسماعيلي. انا طبعا ما بتخطاش حدودي ككريم كمذيع، انا عارف ان في نقاط امنيه ما ينفعش او موافقات امنيه ما ينفعش اتكلم فيها، بس عايزين نصلح عشان تطوير كره القدم. الاهلي والاسماعيلي بقى لهم فتره كبيره جدا، كام سنه؟ 10 سنين ما بيلعبوش بعض في اسماعيليه. يعني الاهلي والاسماعيلي بيروحوا يلعبوا مع بعض في برج العرب، سواء ماتش القاهره او ماتش الاهلي في اسماعيليه، بيلعبوا ماتشاتهم في برج العرب. عشان اعمل دوري مظبوط لا، لازم كله، ويبقى في عقوبات لو في حد هيخرج عن النص، لو في كذا، لو في كذا، لو في كذا، يعني الحاجات دي تتصلح. فريق الداخليه اللي صعد السنه دي للدوري الممتاز قبل كده برضو كان بيلعب ماتشاته في استاد الشرطه، كل الفرق بتلعبه، لكن لما يجي يلعب الاهلي او الزمالك برضو يلعب بره. طبعا احنا عارفين ان شعبيه الاهلي كبيره وشعبيه الزمالك كبيره، لكن بنشوف في الدوريات الاوروبيه او الدوريات العربيه كل نادي عنده ملعب، فاي فريق بيروح، حتى الاهلي والزمالك بيروح يلعبوا، المفروض يلعبوا مع الفرقه في نفس ملعبها، ما يبقاش الملعب مختلف. فبقول لكم في مزايا كتيره قوي، يمكن الكلام ده هيزعل الاهلي والزمالك مني، لكن في مزايا كتيره قوي وفي عدم تكافؤ فرص في حاجات كتير جدا في الدوري المصري.